يعاني أهالي مدينة معان من مشكلة مبيت الشاحنات بين المنازل ومسيرها داخل شوارع المدينة، غير مكترثين بالآثار السلبية لذلك التصرف. وعلى الرغم من توفير البلدية كراج خاص لمبيت الشاحنات، إلا أن أصحابها لا يركنون شاحناتهم هناك. نتابع معا التقرير التالي من معان. تزايدت الأخطار الناتجة عن اصطفاف الشاحنات ومبيتها في الأحياء السكنية في مدينة معان بعد أن وقعت العديد من الحوادث التي أدت لوفاة مواطنين، حيث شكى عدة مواطنين من مبيت الشاحنات في وسط المدينة وعلى أبواب المنازل وفي التجمعات السكنية، لافتين إلى ارتفاع أعداد الشاحنات داخل المدينة لتبلغ مئات الشاحنات والصهاريج والقلابات. العادم تبع الشاحنات الديزل لما بقوم الصبح نشغله، الشاحنة بدها ربع ساعة أو نص ساعة لما تحمى، والعادم طالع منها، وصوت الماتور مما يأثر كمان على المواطنين وعلى الطلاب وعلى الأهالي، ودخول هذا بيأثر على الشوارع. فيها خطورة بحيث أنه في بعض السهريج اللي ما تلتزم في الاصطفاف أو نبيت داخل الحرم المخصص لها أو داخل الكراج أو البارك، بحيث أنه هنالك في سهريج موجودة تحتوي على مادة الكبريت أو مادة مواد يعني خطرة على المجتمع الموجود فيه. إن تجول الشاحنات وسط المدينة وفي الأسواق والأحياء السكنية يؤدي إلى خطورة وحوادث اصطدام المركبات ودهس المواطنين، كما أنها تسبب الأزمات عند اصطفافها وتعمل على إغلاق الطرقات بسبب حجمها الكبير والطرق الضيقة الغير مهيئة لمرورها وعدم التزام سائقيها بالحذر وقيادة البعض منهم بسرعات عالية ومشاركة سائقيها في الأعراس والزيارات العائلية. كما أضاف الأستاذ قاسم السعايدي إلى أضرار الشاحنات على المجتمع المحلي. هي عبارة عن قنابل موقوتة تم يعني توجد داخل الأحياء السكنية. خلال تجوالي وعدستي لقطت مجموعة من الصهريج صور للصهريج حامض الفوسفوريك. طبعا هذا الحامض قلوي جدا وسام جدا وإله خطورة على البيئة كبير. وما بين سائقو الشاحنات الذين لا يلتزمون بمبيت الشاحنات في الأماكن التي خصصتها وجهزتها البلدية لها، يبقى المواطن المتضرر الأكبر في بقائها في الأحياء السكنية بمخلفاتها وعلى اختلاف أنواعها وأحجامها وغايات استخدامها. البلدية يعني لا تستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب الغياب الأمني وبسبب غياب الجهات التنفيذية. البلدية لوحدها لا تستطيع يعني أن تقوم في المخالفة والتنفيذ. ساحة الكراج، وثانيا في تبين نفس الشاحنات بصفوا سياراتهم الخاصة محل الشاحنات، يعني بيكسب موقف بيحجز الموقف وبعد المسافة. يعني زي احنا اصحاب شاحنات بنطلع الساعة 5 الفجر ما في مواصلات توصلنا للكراج. وتبقى سلامة المواطن والحفاظ على روحه أسمى غاية لتعزيز مقولة جلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله: الإنسان أغلى ما نملك. سنان الشراري لبرنامج من نوفينا.